مسلسل الاعتداءات بين الإسرائيليين والفلسطينيين متواصل. يوم الجمعة ببلدة ديمونة جنوبي إسرائيل قام شاب إسرائيلي بطعن فلسطينيين وعربيين إسرائيليين مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة. مصادر إعلامية أكدت أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على منفذ العملية. منذ بداية الشهر الجاري تعتبر هذه أول مرة يقدم فيها يهودي على الهجوم بالسكين ضد العرب. الوزير الأول الإسرائيلي الذي استنكر الهجوم كرر تمسكه بمحاربة الإرهاب قائلا: بكل حزم وعزيمة وصرامة سوف نؤكد أن الإرهاب لن ينفع وسوف نقضي عليها. وحسب الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية فإنه تم الجمعة قتل فلسطيني بعد أن طعن شرطيا إسرائيليا عند مدخل مستوطنة كريات قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. تدهور الوضع قد يستمر في ظل المعطيات الأخيرة التي خلقت أجواء مشحونة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.